بالمناسبة أنا مسلم، وخلوني أتكلم بكل صراحة ووضوح، واللي حابب إنه يقيدني أيدني، اللي حابب إن هو يشتمني أو يرد عليا براحته. طيب دلوقتي مصر كلها مقلوبة بسبب موضوع أبانوب عماد. لو أنت ما تعرفش الحكاية خليني أحكيها لك في السريع. شاب اسمه أبانوب عماد ظهر له سكرين شوت وهو بيسيء للرسول وبيسيء للقرآن، فطلع هاشتاج وترند بمحاسبة أبانوب عماد وإن هو لازم يتعاقب عقاب شديد بتهمة ازدراء الأديان. الحقيقة أنا ممكن أمشي مع القطيع وأقول نفس الكلام اللي كل الناس بتقوله وكل الناس هتبقى فرحانة ومبسوطة بيا، بس في كلمتين لازم يتقالوا قبل ما أقول أنا مع الترند ولا لأ. خلينا نركز كويس قوي على أول جملة رد بيها أبانوب. أبانوب واضح إنه بيرد على شاب مسلم استفزه، فبيقول له ايه؟ انا ممكن ارد عليك وهينا، وفي وسط الكلام بيقول له يا ابني نشيد الانشاد ده انضف من قرانك. معنى كده ان الشاب المسلم غلط في نشيد الانشاد اللي هو خاص بالديانه المسيحيه وحاجه من التراث المسيحي، فالشاب المسيحي تم استفزازه واتضايق فقرر ان هو يرد عليه. دلوقتي انت لو هتطالب بمحاسبه ابانوب عماد اللي اساء لدينك، فطبيعي ان انت تطالب برضه بمحاسبه الشاب اللي اساء لدين ابانوب عماد. زي ما انت ما ترضاش الاساءه لدينك، هم كمان ما يرضوش الاساءه لدينهم. بالنسبه لي ابانوب كان رد فعل، فطبيعي ان انا لما اقول محاسبه ابانوب عماد طبيعي ان انا لازم اعرف الاول الشاب المسلم ده قال له ايه خلاه يستفز ويرد ويقول الكلام ده، وبالتالي يا اما اطالب بمحاسبه الاثنين المسلم والمسيحي لان الاثنين اساءوا للاديان، يا اما اطالب بالعفو عن الاثنين وحسابهم عند ربنا هما الاثنين. عارف ان في ناس كتير هتشتمني بسبب الفيديو ده، بس انا هقول الحق اللي انا شايفه من وجهه نظري صح ويحسن. في هجمه كده اليومين دول اللي شغاله يعني كده على ولد في ثالثه طب اسنان اسمه ابانوب عماد. ابانوب عماد مواطن مصري ديانته المسيحيه، وانا مواطن مصري ديانتي الاسلام. دخل في حوار مع واحد مسلم على ماسنجر، على رسائل خاصه، يعني مش في العام ولا حاجه ولا الكلام ده، ده حوار ما بينه وما بين واحد مسلم في الخاص. انتبهوا، في الخاص. ابانوب عماد بقى اللي انتوا عاملين عليه الهجمه ده ونازلين في شتيمه وعايزين تذبحوه يعني او تعدموه يعني، المهم انا بقول اوكي، اذا كان في ازدراء اديان من ناحيته يتم محاكمته ومحاسبته، لكن محدش فيكم اللي طالع بقى عامل الهجمه دي، شويه مسلمين بقى ان شاء الله يا مسلمين انتوا يعني اتقياء يعني بتوع ربنا، محدش فيكم خد باله ان دي نمره واحد محاسبه على الخاص، حوار على الخاص ما بين اتنين. محدش خد باله ان ابانوب عماد بيرد على اخوه المسلم بيقول له انا مش عايز ارد عليك اهينك زي ما انت بتهين ديني. محدش خد باله ان المسلم هو اللي مكابر ومتغطرس ومتعالي على اخوه المسيحي في الحوار والمسيحي اضطر انه يرد عليه. طيب محدش خد باله ان اللي نشر بقى الحوار ده والمحادثه دي وخلاها في العلن عشان تتكلموا كده بالشكل ده وتذبحوا الولد، ان المسلم هو اللي نشر الحوار مش المسيحي؟ محدش خد باله؟ يعني انت المسلم مش غلطان؟ انت يا عم اللي قاعد تهين وتشتم انت في عماد وابانوب عماد ده، وعايز تحاكمه وعايز تدينه وعايز تذبحه، انت ما فكرتش لحظه ان المسلم هو اللي معتدي الاول اللي بدا بالاعتداء عليه، وان ابانوب عماد ده بيرد الاهانه؟ حتى طبعا هنقول طبعا الا رسول الله وهكذا، انما في ربنا فوق الجميع، ربنا فوقكم وفوق الرسل والانبياء، هو اللي خلق الانبياء والرسل والبني ادمين كلهم من اول ادم وحواء لكل خلق. انتوا بتفكروا ازاي؟ سيبكم وبطلوا شغل الدراويش والقطيع اللي انتوا فيه ده، وان واحد يطلع بقى خلاص يسيء كله يسيء. حد بحث عن الموضوع؟ طب حد قال ان المسلم غلطان؟ انا بقول لكم المسلم غلطان، هو اللي يستحق المحاكمه مش ابانوب عماد.